نهر الكلب مش نفق بيربط قضاء المتن الشمالي بقضاء كسروان. نهر الكلب منه نقطة بس نوصلها بسياراتنا منبلش نكرفت لعجقة السير. نهر الكلب مش طريق أدومية ضيقة منطلع منها عزكريت ومنزور مر عبد المشمر بعد ما ناخد بركة يسوع الملك. نهر الكلب مش مطاعم ومتنزهات ومي بتنزل من مغارة جعيتا. نهر الكلب متحف فريد من نوعه بالعالم بالهواء الطلق وكتاب تاريخ مفتوح من آلاف السنين محفور على الصخر. رح نفلفش صفحاته بحلقة رح نبقى هون مع مسؤولة المديرية العامة للأثار بجبل لبنان الشمالي اللي بضم المتن الشمالي وكسروان وجبال السيدة تانيا زفن. مدام تانيا أهلا فيكي. مجور. هل يمكن اعتبار موقع نهر الكلب اللي نحن فيه هلأ متحف بالهواء الطلق وكتاب تاريخ مطبوع على الصخر ومفتوحة صفحاته على العصور من تقريباً 4000 سنة؟ أكيد هو متحف بالهواء الطلق وهو موقع بس مش بس من 3000 سنة أو 4000 سنة بس من 100000 سنة لأنه طلع اكتشاف مغارة هي راس الكلب وصار في عظام اكتشاف عظام عظام بشرية من 100000 ل 70000 سنة قبل الميلاد أكيد ويعني من العصر الباليوليتيك معين عصر الحجري الوسيط سوى أكثر من 3000 سنة 4000 سنة. هل يعني بتعتبري أنه الإنسان كان عايش هون؟ أكيد ومثل ما كان عايش هون مثل ما كان عايش بكسار عائيل من 40000 سنة كل المنطقة كانت تعيش بأنطلياس بأنطلياس يعني. مثل ما بيقولوا كمان بكامد اللوز بنهر إبراهيم نعم وبيعدلون بيعدلون. طيب هالكتاب المفتوح هيدا يعني بيلخص تاريخ لبنان؟ ما بيلخص كل تاريخ لبنان نحن ما فينا نحط حقبات يمكن فصل فصول. لأنه في كتير حقبات مش مبينة هون وما رأيت مثل الصليبية وما رأيت من هون مثل الإسكندر المقدوني مثل نعم. العرب رح نبتع ذكرهم نعم. بعدين نعم أكيد. طيب ليش تسمت هالمنطقة نهر الكلب؟ منشوف بس ريبورتاج صغير نرجع منتابع. لم تكن الجيوش المعادية لتقوى على لبنان لأن نباح الكلب الراقد تمثالاً في الصخر عند أعلى الجبل كان يصدح حتى جزيرة قبرص منبهاً من اقتراب الأعداء وإذ ضاقت صدورهم بوفائه ودوره الأمين رمى به الأتراك في البحر بعدما صبوا جام غضبهم عليه وحطموه لكنه بقي كذاك الجبل صامداً ترمقه الأعين كلما كانت مياه البحر هادئة. تلك أسطورة يرويها الفارس درافيو الذي مر بموقع نهر الكلب وبحسب أخرى كان أبو الهول جاسماً عند أعلى الجبل برهبته ولغزه الذي كتب نهاية كسر إذ كلما عجز زائر عن حله استشاط أبو الهول غضباً ورمى به في البحر.
وبين هذه الأسطورة أو تلك روايات عدة تبقى ضرباً من الخيال عن موقع تاريخي لا نعرف منه اليوم سوى قاعدة محفورة في الصخر على السفح الجنوبي المطل على الأزرق الكبير، من دون أي دليل إلى أنها كانت قاعدة تمثال فيما مضى، وفي ظل نظرية تتحدث عن أنها كانت ربما تحمل علامات لتحديد المسافات. ويبقى الثابت أن هذا الجبل كان ويظل شامخاً منذ عصور ما قبل التاريخ، فمن تراه تربع عليه يوماً؟ سؤال حبذا لو نجد له مجيباً، لكن من كان هنا رحل، فلا الكلب عاد ينبح ولا خرج عن صمته أبو الهول. نحن شفنا هلأ ريبورتاج عن هالنصب اللي ما بقى موجود عليه الكلب، وعرفنا ليش تسمى نهر الكلب. انت عندك شيء اضافات مثلا على هالتسميه ولا بس اللي موجود على البروشورات اللي موزعته وزاره او مديريه الاثار؟ اذا بدك فينا نرجع نعيد شوي على التاريخ، لانه اول شخص يلي حكي عن ليكوس هو سترابون بكتابه جيوغرافي، وقال قبل ما نوصل على بيروت لازم نمرق عن نهر اسمه ليكوس. هلا ليكوس باللغه اليونانيه واللاتينيه هو ذئب مش كلب. الذئب مش الكلب. ايه مش الكلب. وكان في صوت بيقولوا النباح في الريح السفير يلي هو ريح غربي، كان يسموه فان دولو، يعني يمكن الذئب في تفسيره على الرياح الغربة الزفير، لأنه وقت ما نوصل لهون وفي صوت الرياح وقوي كتير، كانوا يمكن يفكروا أنه هو نباح كلب. قالوا أنه الليكوس هو كلب ونهر الكلب. صار تسمية نهر الكلب. وكان في شيفاليه دافريو ريتو عنه وشفته انه كيف اجا وقال يا ريت انا كنت هون قبل ما الاتراك كسروا التمثال. بس يمكن البيدستال للتمثال هو مش بيدستال لتمثال الكلب، هو يمكن معلم تحديد المسافات بارن ميليار. يعني بيعتبروا ما كانش في كيلومترات او شيء، حطوا من هون لهون أكيد. من هيدا النصب لهونيك هالقد في مسافه. عظيم. بيتضمن هالموقع اللي نحن فيه 22 لوحه، بدءا من راع مسيس الثاني اللي يمكن نحن واقفين حد وحده من لوحاته اللي هو 1270 او شيء القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وصولا للوحه التحرير اللي بنشوفها تحت على الطريق اللي هي بال2000 بعد الانسحاب الاسرائيلي. كم حقبة تاريخية بتمثل هاللوحات وبكم لغة مكتوبين؟ هلا في كتير حقبات تاريخية. فينا نبلش مثل ما قلت برمسيس بعهد الثالث عشر، كان في ثلاث لوحات فرعون المصري، يعني فرعون المصري. كان في ثلاث لوحات بس في هلا عنا لوحتين، واحدة ورانا وفي واحدة تانية لغت بنابليون بـ 1860 61. في عنا بعدين الفترة الأشورية، في عنا خمس لوحات والخمس لوحات مبينين وفينا نشوفهم، وفي واحدة كمان قدامنا ورانا. في بعدين الفترة البابلونية الجديدة مع نبوكودونوسور، وهذه اللوحة نبوخذ نصر يعني بالعربي. اللوحة كتير مهمة لأنه هي بالضفة الشمالية للنهر، مش مطرح ما نحن مش مثل ما نحن هذيك الميلة من النهر، وهي كتيبة على الإنجازات العسكرية. وشو الحلو فيه إنه زيت الكتيبة موجودة ببريسا بشمال البقاع، زيت اللوحة نفس اللوحة موجودة بالمحلين. هلأ بعد نبوكودونوسور في عنا الفترة الرومانية، يعني مع كاراكالا 211. بس شو الحلو فيه مش انه الانجازات العسكرية، بس هو عم بيوسع طريق توسيع طريق بعد كاراكالا. بعد كاراكالا في عنا بروكولوس يعني 390 كمان عم بيعمل انشاء طريق. بعدين منوقف لباركوك، سلطان باركوك المملوكي
المملوكي يعني احنا 1000 سنة. يعني نحن ايه قطعنا بهول 1000 سنة ايه ما عنا لا العرب ولا بس مرقوا 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 اكيد بس ما تركوا شيء وما ما فكروا يتركوا شيء على بنهر الكلب. هلا مع بركوك عم بيقول انه عم بيعمر او عمر جسر هلا ما بنشوفه، هلا بنشوف جسر امير بشير الشهابي. نعم إيه؟ هن الجسر تبع المماليك انهد يعني انهد وبعدين دي رجع ترمم مع امير بشير الشهابي إيه؟ هذا اللي بيقطع عن فوق النهر. نعم نعم نعم, نعم. بعدين في عنا نابليون نابليون الثالث 1860 حكينا عنه قبل كيف شال لوحه رامسيس وهي منطقة استراتيجية النقطة كانت استراتيجية يمكن مشان هيك حبها هوني. على كل حال بعد البريود بعد نابليون بنروح على البريمير غير مونديال بالحرب العالمية الأولى عنا جنرال غورو عنا البريتش كوربس بس كمان شو المميز أو الغريب فيه إنه ما في شيء ضرر خاصه بلبنان يعني البريتش كوربس عم بيقولوا كيف احتلوا حلب وحمص وحمص تسجلوا إجازتهم بغير محل ايه وجنرال غورو عم بيقول كيف أخذ دمشق دماس وبريتش كوربس كمان عم بيقول كواكو إنه في بطرابلس أخذ احتل طرابلس وعلى بيروت يعني التفكير يمكن تغير مع المرور الزمن صار بركي بيعتبروه كتاب تاريخ عالمي مش بس بخص المنطقة أكيد عالمي ونحن بلبنان كل شيء عالمي بعدين في الحرب العالمية الثانية ب 1942 في رئيس الجمهورية ألفريد نقاش افتتح خط الترين بيروت حيفا من حيفا بيروت حيفا وبعدين عنا أكيد الاستقلال استقلال لوحة الجلاء 46 46 نعم. 31 كانون الأول 31 كانون الأول كتير مهمة لأنه رئيس بشار الخوري كان بده يحط لوحة ويقول إنه هون صار الاستقلال وما رح يرجعوا بقى المستعمرين الغزات والمستعمرين إيه وبال 2000 هي لوحة للتحرير بعد تحرير الجنوب ب 25 أيار 2000 نعم أقولك بعد لازم نحط شي لوحة؟ إن شاء الله لا إن شاء الله لا لأنه نحن محررين هلأ ورح نبقى هيك يفترى رح نبقى هون كمان ايه؟ بهالعرض الموجز نحن شفنا 22 لوحة عملنا جولة عليهم سريعة بعد ما وصلنا على ميزاتهم رح نحكيها بالمحور الثاني ولكن في هودي اللوحات مكتوبين بأكثر من لغة شو هن اللغات؟ هي مكتوبة من أكثر من لغة هي ميزة نعم. هي حد ذاتها ميزة حد ذاتها ميزة نعم. بمنطقة واحدة نشوف سبع لغات في ثلاث كتيبة يعني نعم. مثلا في الإيروغليفيك في المسماري كونيفورم وفي الألفابيتيك نعم. بالألفابيتيك في عنا اليوناني في عنا اللاتيني في عنا الفرنساوي الإنجليزي وفي عنا العربي العربي نعم من ايام المماليك والعربي والعربي الحديث اللي كتب بالقرن العشرين الجلاء والسك الحديد انا بتصور ما في موقع بالعالم بيمتاز بهالميزه هي انه يجمع هالحقب كلها ومثل ما قلنا يكون أكيد. كتاب تاريخ مفتوح أو متحف بالهواء الطلق نحن هالمتحف ندعي الكل يجي يزوروه ما يعتبروا انه بس هيدي طريق أدومية او طريق من كرفة فيلة انه في عجقة سير بعد الإعلان بنعمل جولة معك مدام تانيا زافين على هال 22 لوحة على بعض الميزات الأساسية فيهم وكل واحدة منهم شو بتعني وليش حطوا هالغزاة لوحاتهم هون بعد الإعلان Thank you.
مدام تانيا زافين نقلنا من رعمسيس على اللوحة الأخيرة اللي كان يفترض الرئيس بشار الخوري إنه بركي بتكون خاتمة الفتوحات أو خاتمة أحزاننا. حكينا عن 22 لوحة، بس كل لوحة يمكن إلها ميزة، مش نحن نتوقف عندهم كلهم، هذا بنعرضهم بالسياق. بس في لوحات مثلا بعدها مجهولة التاريخ، في لوحات مش معروف مين اللي وضعها، الغازي هويته ممحية، وبعض عوامل الزمن أدت لتغيير معالم، وفي كمان بعض الغزاة غيروا أو محوا أثار الغزاة اللي سبقوها. شوف مثلا من هال 22 لوحة شو إشي بارزة أو لافتة فيك تخبرينا عنها، عن ميزة كم واحدة منهم؟ فينا نحكي عن لوحة نابليون. نعم، لأنه هي 1860 وكيف إجا على لبنان، إجا على لبنان تا يحمل مسيحية، بس وقت ما كانوا بدهم يحطوا لوحة ما فينا نقول إنه ما كان في غير محل، لأنه المحل كتير كبير. نعم. ويعني صمموا إنه ينقوا لوحة رمسيس يلي هي لوحة مصرية تيمحوها. هلأ هي مثل حرب سيمبوليك ضد مصر، لأنه نابليون كان بده يحتل مصر ب 1798، في يمكن كمان حقد وبدهم يعملوا هالحرب السيمبوليك، وشالوا كل اللوحة وحطوا محلها كتبوا نابليون. بس شو صار؟ المؤسسات العلمية كتير انقهرت، ما كمان انه بهالفترة ما كان لازم يعتدوا على لوحة. نعم. إذا فينا نقول صح. بس ب 1845 في توبوغراف نعم رسم اللوحة اللي كانت لرمسيس اللي 1270، يعني قبل نابليون. نعم. نحن عنا 1270 قبل الميلاد، وقت ما قال نابليون أزيل اللوحة افتكرنا انه ما بقى كان في لوحة، وما كنا عارفين شو في قبلها، انه كيف كان الرسمة رمسيس. بس في شخص رسام اسمه لابسوس رسم اللوحة وتركها، يعني نحن هو انقذ اللوحة، انه خلدها برسمة خلدها او موجودة رسم. هلأ وين هي؟ بفتكر موجودة بمتحف في اسطنبول. نعم. وشو صار بعدين؟ شيء الأبرز كمان فينا نحكي عزيت اللوحة، تاريخ اللوحة. نعم. طويل. ب 1919 العثمانيون نعم دمروا لوحة نابليون، ونحن منعرف هيدي بأرشيف المديرية العامة للأثار. اللوحة اللي موجودة اللوحة اللي موجودة. وقت ما كنا تحت الانتداب الفرنساوي رجعوا رمموها. ونحن هلأ عنا الترميم تبع اللوحة الأصلية. تبع 1900. هي مش اللوحة اللي تركها نابليون. بس كان لازم تكون مثلها، وهذه فيها شرح للفرق اللي شاركت معه وبعض القادة والجيوش. حكينا عن هاللوحة يمكن اللي لها شوية قصص حواليها إذا صح التعبير، ولكن شو بيعني هذا جوهر الموضوع كله؟ شو بيعني أنه فاتح ما أو غازن ما بالتاريخ يجي يحط لوحة على صخور نهر الكلب بهالموقع هيدا هون؟ هل لأنه مثلا هالموقع كان نقطة ارتكاز العالم القديم اللي كان يضم ثلاث قارات، أوروبا وآسيا وأفريقيا؟ لا أكيد لا، بس الممر نهر الكلب هو ممر كتير ضيق وممر إجباري، يعني كانوا يجوا بطلوع من فوق من هونيك لا لهون يعني. نعم. وكان في الممر ضيق وإجباري وممر استراتيجي، يعني هو كان الممر الوحيد الساحلي من الساحل، يعني كان لازم يمر من هون، وكان خطير، كان في النهر وكان في الصخر، والصخر كان ارتفاعه 80 متر من البحر. من البحر الابيض المتوسط يعني. إيه؟ يعني كان لازم يمرقوا من الصخر، يمرقوا من نهر الكلب تا يوصلوا على بيروت، على بيروت إيه؟ وعلى غير مناطق او يطلعوا على من بيروت او إيه على هاي الرمزية يعني. بس انه لا يعني كمان لانه هالطريق كان صعب وكان كلهم يمرقوا فيه، كان مثل محل يعملوا يخلدوا وجودهم، يعني في يعتبر انه من كان يضع لوحة هون كان يعتبر انه احتل العالم، انه وصل عهد النقطة الخطرة، يعني معناها احتل العالم القديم. مش العالم القديم بس المنطقة. نعم. المنطقة الساحلية. اذا بدك
يعني لأنه نقطة استراتيجية مهمة، نقطة استراتيجية أكيد تساعده على غزواته وعلى توسيع نفوذه بالمناطق، ودعاية لإله إنه أنا يعني لأنه كل اللوحات هن إنجازات عسكرية، يعني عم بيشوفوا حالهم فيها إنه عم مرقوا من هون ونحن هون ولازم ما تنسونا. بس شو الحلو فيه إنه وقت الاستقلال والجلاء الجلاء بال 46 رئيس الجمهورية بشار الخوري كان بده يحط لوحة هون وأصار يحط لوحة بس تيقول إنه خلص نحن فوان فينال الاستقلال، نحن عنا الاستقلال، ما بقى بدنا جيوش ونحن حرين وما بقى بدنا استعمار ونحن يعني صارت رمزية كتير قوية أكثر من الجيوش القديمة يلي بس كانوا يجوا، وهيدي مثل ميموار كولكتيف يعني ذاكرة جماعية. وهالذاكرة الجماعية عم تنمى وقت ما العالم عم تجي تزور الموقع وعم بتشوف تاريخنا شو كان قاسي إذا بدها، بس بعدين صار عنا الاستقلال وصار عنا التحرير. هذا ما مانع أنه سنة 2000 نرجع نحط لوحة ومثل ما قلت لي تحرير وما حتصير ما حنحط إن شاء الله ما نحط غير لوحة. بحسب الاكتشافات والدراسات وخصوصا اللي قامت فيها الباحثة أن ماري مايلعفيش يبدو أنه الإنسان كان عايش من حوالي 100,000 سنة. نشوف هالروبورتاج ونرجع نكمل. هل خطر في بالك يوماً وأنت تمر في نهر الكلب أن سمة من سبقك إليه منذ أكثر من 100,000 سنة؟ وهل تخيلت يوماً أن تلك الطريق وطئها من قبلك إنسان الكهف؟ هي حياة من نوع آخر عرفتها تلك الجبال والمنحدرات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وقد أثبتت وجودها آثار عثر عليها هي في بعض منها عظام وأدوات تعود إلى العصرين الحجري القديم منذ 100,000 عام حتى 10,000 عام والحجري الحديث منذ حوالي 10,000 عام إلى 6,000 عام. وإذ كان الكهف الملاذ لذاك الإنسان عثر على جزء من هذه البقايا في 3 مغاور اكتشفت بين الأعوام 1940 و1960 وأولها أثناء مد سكة الحديد عام 1942. ففي مغارة رأس الكلب 1 مجموعات بشرية مرت بها وتركت آثاراً لم يقوى عليها الزمن، ومن بينها الحربة المصنوعة من الخشب وهي أداة للصيد الذي اعتمد عليه كأبرز مصدر للطعام إلى جانب الفواكه والثمار اللبية والأصفاد على أنواعها. ويبدو أن الأيل بقامته الجميلة ومشيته الرشيقة استحوذ على إعجاب قاطني الكهف فشكل فريستهم الأبرز. وسط مناخ بارد ورطب اختبأ إنسان العصر الحجري الوسيط ما بين 100,000 عام و 70,000 عام قبل الميلاد في هذه المغارة التي كانت محاطة بالغابات الكثيفة التي ملأتها الغزلان والسيران البرية والدببة والخنازير البرية والضباع. ومن أسنانه التي غيبت طعم تلك الحيوانات بقي 4 بينها هذه السن المعروضة في متحف بيروت الوطني. ومن رأس الكلب 1 على بضعة أمتار لجهتها الشمالية مغارة رأس الكلب 2 التي حدد مكانها أثناء أعمال شق نفق نهر الكلب عام 1960، وتعود القطع الفخارية والهياكل العظمية التي بقيت فيها إلى العصر النحاسي، غير أنها دمرت على ما يبدو لاستكمال حفريات النفق. وإلى العصرين النحاسي والبرونزي القديم تعود أيضاً الفخاريات والأدوات المصنوعة من الصوان والعظام التي وجدت في رأس الكلب 3، تلك المغارة الواقعة شمال النفق.
وإلى تلك المغاور الثلاث التي أوت الإنسان البدائي والآثار التي عثر عليها في داخلها وفي كل أرجاء هذا الموقع التاريخي ثمة أسرار أخرى ما زالت خفية علينا. فإذا ما مررت من هنا ألق التحية على هذا الوادي الذي وإن تغيرت معالمه يبقى شاهداً على أن الإنسان مر من هنا منذ عصور ما قبل التاريخ. الإنسان اللي عايش هون من 100,000 سنة وبعده مستمر وجوده لهلأ، والدليل أنه نحن واقفين هون. طب هيك موقع ما بيخلي الشعب يمكن يتمسك أكتر أنه هذا مكان لازم نحافظ عليه، أو يحس أنه كل هالغزات اللي مرقوا وبعدنا طيبين وبعدنا مستمرين. يعني ما في ما ممكن يكون حافز لألهم أو دافع حتى يتشبثوا أكتر بالبقاء بهالأرض؟ معك حق 100%. الأولاد مثل الكبار وكل الطبقات الاجتماعية لازم تعرف أهمية الآثار. في شيء ناقص، التوعية ناقصة، لأنه إذا بتعرف أهمية الآثار فيها تحافظ عليها، إذا ما بتعرف كيف بدها تحافظ عليها. لازم نعمل حملة كبيرة، ووزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار ما بتكفي لوحدها. نعم. لازم يكون في تشجيع من كل الوزارات ومن كل المدارس، يعني من كل العالم، لنقدر نعطي الرسالة المضبوطة لنقدر نحافظ على آثارنا، لأنه يمكن البلد يلي ما عنده آثار ما فيه ما عنده تاريخ، ما عنده حاضر ومستقبل. الضوء اللي تفضلت فيه وقلتي ندعي هالعالم اللي بتمرق من هون بس هيك تكوي على اليمين وتوقف وتجي تتفرج وتشوف هالموقع اللي عرضة ليمكن مخاطر بين تلوث وبيئة وكذا، وطبعا مع اهتمام وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار رح نضوي عليهم بالمحور الثالث. خليكم معنا بعد الإعلان. مدام تانيا زفين، نوصل للمحور الأخير من حلقتنا الليلة عن هالموقع الأثري بنهر الكلب. نقلنا من لوحة الجلاء 46 للجسر اللي عمره الحاكم المملوكي برقوق ورممه الأمير بشير الثاني. هالموقع مثل ما صرنا قايلين بهالحلقة بضم 22 لوحة أو منحوتة بيختصروا حقب أو فصول من تاريخ لبنان، رامسيس الثاني، ملوك أشور، ملوك بابل، الرومان، بيزنطيين، مماليك، وصولاً للقرن 19 مع نابليون الثالث، عثمانيين، القرن 20 مع جورو، لوحات الجلاء والتحرير. الغريب أنه فاتح كبير مثل الإسكندر المقدوني مثلاً أو العرب أو فيما بعد الفرنجة الصليبيين ما تركوا ولا أي أثر هون. ليش؟ علماً أنه يمكن يكونوا مرقوا. أكيد مرقوا، بس ما تركوا أثر مثل ما تركوا غيرهم. في بيقولوا انه اسكندر المقدوني وقت ما اجى لهون هو سمى نهر ليكوس، لانه بمسيدونيا كان في نهر اسمه ليكوس. مسيدونيا يعني مسقط راسه. مسقط راسه. نعم. وبيقولوا كمان نهر العاصي هو اكسيوس. نعم. كمان كان في غير نهر بمسيدونيا اسمه اكسيوس وهو سميهم، هو سمى النهر. والعرب بعدين سموه العاصي. والعرب ما تركوا اثار ولا الصليبيين. الصليبيين صار عندهم معارك هون بنهر الكلب بس ما تركوا اثار. ما كانش في واحد حابب يخلد حاله على هودي اللوحات. في منحوته او لوحه ما لها علاقه بكل هالفتوحات هي الساعه الشمسيه. هي شغله لها علاقه بتحديد الوقت والزمن. بنشوف هالروبورتاج عن هالساعه ونرجع بنكمل. في يد أم في جيب أم على الحائط لم يدروا ما يخبئ الغيب لذريتهم بمراقبة الساعة جيلاً بعد جيل في السيارة وفي الحاسوب والجوال ومع الرقمية إلى الأمام. تتدفق الثواني وتتهافت الدقائق ويتلهف الوقت لمزاحمتنا، فيمر بجانبنا وساعته تدق تلو الساعة، نقدمها ونؤخرها، وكثيراً ما نغفل عن ملاحظة عامل الزمن
إلا وقت الانتظار وما أصعبه، كأني به يصبح أبطأ عن قصد. الساعة الصفر هي أم ساعة الحقيقة أم ساعة التخلي أم ساعة الحسم؟ وقد تأتي الساعة أو لا تأتي. كل الحياة مرتبطة بستين دقيقة، حتى إذا نظرنا إلى الوراء عرفنا أنها أصبحت ساعة من الماضي، فيما ساعة الماضي لا تزال بيننا. إن كانت لساعة الرمل حكايتها، فلساعة الشمس ألف حكاية. في أعلى آثار نهر الكلب على ارتفاع 40 متراً عن سطح البحر، ساعة للشمس قدمت النذر والطاعة، مؤلفة من لوحين مربعين من الصخر يبتعد أحدهما عن الآخر نحو 8 أمتار، كانا كفيلين وحدهما بأن يبلغا إلى الإنسان بأحواله الزمنية. تراهما وكأن الوقت توقف عندهما مع إنسانهما القديم، مكتتمين عن تاريخ إنشائهما. ولكن يعرف أن الساعة الشمسية هي أول ساعة اخترعها الإنسان، ويعود تاريخها إلى 3500 سنة قبل الميلاد. كتب عنها العالم الخوارزمي، وكان الناس يستخدمونها لتحديد الوقت مع اعتمادها على الشمس وزاوية انحرافها عن الأفق. وما شأنها وشأن الدقائق والثواني؟ فحركة الأرض حول الشمس تبدو مع الساعة هذه وكأن الشمس هي التي ما تعبت من الالتفاف حول الكوكب المأهول. فحركة الأرض حول الشمس تبدو مع الساعة هذه وكأن الشمس هي التي ما تعبت من الالتفاف حول الكوكب المأهول. وتعد هذه الحركة الدورية أساس مبدأ اشتغال الساعة الشمسية، فهي مؤلفة من عصا تثبت في الأرض في شكل رأسي لتسمح برصد تحرك ظل الشمس في سهولة في أي مكان على الأرض. وتعد عملية رصد ظل الشمس مفيدة جداً إذا قمنا بها على مراحل طويلة، فلابد أنهم عرفوا أن في الصيف عندما تقترب الشمس من الأرض يكون ظلها أصغر منه في الشتاء. وهذا يبين لنا أن ارتفاع الشمس في السماء يتغير باختلاف الفصول، وأن طول النهار يتغير هو أيضاً، ويرجع ذلك إلى حركة دوران الأرض حول الشمس. وبهذا يكون انتهى وقتنا ومعه التقرير. موعدنا الأسبوع المقبل في تمام هذه الساعة. موقع نهر الكلب الأثري هو بإشراف المديرية العامة للأثار، طبعاً وزارة الثقافة. حسنت فيه كتير، وبعد في إشياء مراحل أخرى بدها تتبعها تتحسنوا أكثر. فيك تشرحي لنا ملخص ما أنجز، ملخص ما هو متوقع؟ بال2003 تم تأهيل موقع نهر الكلب بمساعدة المؤسسة الوطنية للتراث، نعم، ومديرية العامة للأثار بهبة خاصة، بهبة خاصة من المؤسسة الوطنية للتراث. صار في الممرات، صار في تفسير ممرات اللوحات، هودي اللي كنا مطرح ما عم نصور مع أول حلقة، نعم. صار في اللوحات التفسيرية، صار في اللوحات التفسيرية، يعني تحت كل منحوتي حاطين شرح عنها بثلاث، نعم، لغات، نعم. وصار في ترميم اللوحات. والمرحلة الثانية يلي نحن بدنا نبلش فيها هي أول شيء استملاك العقار 76 لنقدر نعمل منه متحف. شو العقار 76؟ المبنى هو قدام الصخور، نعم، قدام الموقع هو المبنى المهجور. بدنا نرممه وبدنا نعمله متحف للعالم تجي تزور وتفهم أكثر الموقع وأهمية الموقع. يعني بيصير في شروحات أكثر، بيشوف الواحد بالمتحف وبرجع بيطلع بيزور المتحف. بدنا نعدل طريق زكريت للسايح وقت ما يجي لهون ما يكون في شارع بنص الموقع وخطر. يعني الزوار والتلاميذ وقت ما عم بيصفوا حد اللوحات في خطر عليهم، نعم. بدنا نعدل الطريق لطريق زكريت
ما تمرق قدام اللوحات لتكون ورا البيت. نعم. يلي بدنا نغممه ونعمله متحف مشروع كبير هذا يعني. بس وفي إضاءة للمكان وفي إنارة كمان إنارة. مع وزارة السياحة أكيد يعني هيدي من ضمن مشروع عم ينوروا أو يضيئوا كل القلاع والأماكن. نعم. الأثرية. طب هيدي المرحلة الثانية إمتى بتبلش وكيف تخلص مثلا؟ هلا هي تحت الدراسة وعم ندرسها تنقدر يعني أهم شيء نغير المسار الطريق. استملاك وتغيير المسار. نعم. يعني ببطل فيها العجقة وهال هالخط من هون. يعني هيدا بيوديني على سؤال تاني. يعني هالموقع بهيدي الحالة اللي هو فيها ناس بتمرق شابونات سيارات تلوث أو ممكن حادث سير مثلا تشتح لها شي شاحنة شي لوحة شو ممكن عملنا، وخصوصي كمان انه في خطر جديد هو هالجسر اللي انعمل اللي عم يمرقوا من تحته، اللي هو مجموعة عوامل مع الإهمال بمرحلة معينة، إذا ما في خطر على هذا الموقع؟ مشان هيك نحن عم نشتغل هلا لتحوير الطريق، إذا منغير مسار الطريق بيكون في منطقة آمنة للزيارة، بيكون في أقل تلوث ومنحافظ على اللوحات وعلى سلام العامة. طب ما اجى ناس مثلا لهم علاقه بهالاختصاص هيدا الاثار يلاقوا طرق لبينما تيجوا تستملكوا وتنفذوا الطريق يحافظوا شوي عليهم، لانه حوادث السير اللي عم بتصير اليوم او الانهيارات بركي الطبيعيه يعني في احتمال هودي يزولوا، ما في شيء بريكوسيون يعني حمايه مسبقه لبينما كان بلش المشروع. هلا اذا بدنا نحميها ونحط كادر قدامها اخضر اخطر للوحه بتتشوى. لانه بده يكون في ميكرو اورغانيزم جوا وبدها تعيش فيها انه ميكرو اورغانيزم، بس الطريقه الاسهم هي انه التوعيه، كمان بنرجع على التوعيه للعالم تسوق على مهلها تحافظ على الارث الثقافي التراثي اللي عم تمر منه. ما فينا نحط لوحة أو إزازة قدام اللوحات لأنه رح يكون في ميكرو أورغانيزم جوا ورح يكون في أسوأ، رح اللوحة رح تكون أسوأ. سو نحن عم نشتغل عليهم تنقدر نحافظ على اللوحة بمحلها ونشتغل على الطريق. سو البديل والأحسن شيء هو بديل الطريق. يعني الإسراع بالاستملاك، إسراع بالاستملاك وإنجاز أكيد. الطريق لهونيك وجعل هالمنطقة كل ما واحد مرق من قدامه يحس حاله انه هو قدام معلم تاريخي او شاهد على التاريخ، مش هيك؟ اكيد. شو بعد في شيء يمكن ما اتينا على ذكره عالق بذاكرتك بحكم كونك مسؤوله عن هالموقع ومواقع اخرى بجبل لبنان الشمالي، مثلا شيء خبريه بتحب تخبريها نختم فيها هالحلقه معك؟ انا بفكر المدارس بتجيب الاولاد بس وقت الاستقلال. تجيب اللوحة، وأكيد المدرسة كمان ما بدها تخاطر يمكن تجيب الأولاد كل الوقت لأنه الطريق استقلال لأنه بيكون في فرصة بيكون في فرصة فاضية. مدام تانية بنهاية هالحلقة بالنهار يمكن بتبرمي على كل هالمواقع بجبل لبنان الشمالي وعشية بتروحي بتنامي مثلا، في شي معلم أكتر شي من هالموقع أو من غير المواقع هيك بيسرب معك على الحلم او بتحبي انه يكون ينشغل عليه احسن لبعدين حتى نجذب هالسياح او نضوي على اثارنا المهمه بهالبلد؟ اول شيء ما بنام. ما بتنام؟ باخذ بعطى الهم وبفكر بكل المواقع، وما في موقع اهم من الثاني، كل المواقع مهمين ولازم نشتغل على كل المواقع. ومننقهر وقت ما العالم تجي بتكسر اثار او بتعمر بطريقه مختلفه لانه عندها مخالفه. نعم. يعني عم تلغي ذاكرتها عم تلغي حالها. سو هيدي بننقهر كثير بفعل اراده مش انه بشيء لا اراده. سو مشان هيك التوعيه اهم شيء، التوعيه. وقلك 18 سنه بهالمجال وبعدك بتحسي انه في اشياء بدها اكتشاف. 19 سنة ايه، وبدها اكتشاف وبدها المحافظة عليها. يعني بدنا نحافظ عليها، ما بدنا نكشف شغلة وما فينا نحافظ عليه، لازم نحافظ نعرف كيف بدنا نحافظ عليه. لأنه الشيء المكتشف وبيزول إذا ما بنعرف كيف ميزان فالير أو نحافظ نعرف قيمته نعرف قيمته نحميه
مرموش العينين، ونعمل توعية للناس لتقدر هي تحافظ عليها، مش بس وزارة الثقافة والمديرية العامة، هي مسؤولية جماعية، هي مسؤولية جماعية للدولة كلها سوا، للدولة وللمواطنين، صحيح صحيح، للبنان بالنهاية، ولخلود لبنان طبعا طبعا. بالنهاية مدام تانيا زفان مسؤولة مديرية الآثار بجبل لبنان الشمالي اللي بيضم المتن الشمالي وكسروان وجبال، بدي أشكرك على هالرحلة بهالكتاب المفتوح بهالمتحف بالهواء الطلق اللي اسمه موقع نهر الكلب الأثري. أنا بدي أشكرك. مرسي. مرسي. هون خلدوا فاتحين بطولاتهم وإنجازاتهم، وهون ختمنا زمن الفتوحات سنة 2000، وبوجه هجمات الجهل والتخلف والتعصب، ووسط مشاهد جرف حضارات بالجرافات أو تفجيرها مثل ما عم نشهد بهالشرق التعيس، ما بيكفي يكون عنا تاريخ عريق وآثار محفورة على صخر، لازم إرادة اللبنانية تكون كمان من صخر ونحفر بهالموقع، وعوحدتنا رح نبقى هون. موعدنا الأربعاء الجاي بحلقة جديدة من رح نبقى هون، واللي ما قدر يتابع الحلقة في شوفها على ويب سايت الأو تي في وعلى الفيسبوك وتويتر على العناوين اللي عم تمروا على الشاشة بخطركم.